برشا أسباب. أولهم هي الدولة البوليسية اللي رجعت ورجعت بقوة، تعذيب وتعذيب الموقوفين من الاحتجاجات. الحاجة الثانية التنمية والحرية للأحياء الشعبية. الحاجة الثالثة المنظومة الصحية. الحاجة الرابعة المنظومة التعليمية. السيستم هذا أو النظام هذا ما عادش ينجم يستمر في البلاد هذه لأنه انتهت صلوحيته. هذه الذكرى عزيزة علينا جميعاً، سنحييها من أجل تونس، من أجل شباب تونس. شباب تونس هو مستقبل تونس، وهو أمل تونس، وهو فسحة في هذا الزمن السيء لتونس. كلنا نخدم هذا الشباب.